دي تجربة عملية لكاميرا الـ A&R الـ 227. زي ما احنا شايفين في بوابة قدام الكاميرا، ودي اللوحة دي ضمن الوايت ليست، هنشوفها هنا في الكونفيجريشن. دي اللوحة ضمن الوايت ليست اللي مسموح لها ان البوابة تفتح اوتوماتيك. هنجرب دلوقتي بشكل عملي. يلا عادل. ادخل عادل، ادخل. زي ما احنا شايفين اهو العربية هتدخل. مجرد ما اللوحة اتلقطت وضمن الوايت ليست زي ما شفنا البوابة فتحت على طول. السلام عليكم. دي تجربة عملي لكاميرا الـ A&R 267 ومربوطة ببوابة الكترونية. زي ما هنشوف دلوقتي، هنشوف سيارة رقم اللوحة الخاصة بيها مضافة بالوايت ليست على الكاميرا. تمام؟ وبالتالي المفروض أول ما السيارة هتدخل والكاميرا هتقرا اللوحة، البوابة هتفتح اوتوماتيك، وده هنشوفه بشكل عملي دلوقتي. زي ما شفنا دلوقتي لوحة السيارة اللي دخلت زي ما شفناها على البرنامج من شوية هي موجودة في الوايت ليست، وبالتالي أي لوحة هتكون مضافة في قائمة الوايت ليست اوتوماتيك مجرد ما الكاميرا هتقراها هتفتح البوابة. إن شاء الله في تكملة للمشروع وهتبعت الفيديو الآن إن شاء الله. طبعا دي الكاميرا المستخدمة في المشروع اللي هي 227 تي سي جي. هنرفق الموديل بتاعها في الفيديو، تم ربطها مع بوابة إلكترونية للتحكم في عملية الدخول والخروج الخاصة بالعربية. زي ما شفنا مرة تانية العربية مضافة في القائمة البيضاء، وبالتالي عملية دخولها المشروع كانت سهلة جدا. ده فيديو تاني لنفس نوع الكاميرا بس مع تجربة تريلا. هنشوف دلوقتي التريلا لما هتدخل، موجودة برضو في الوايت ليست. محمود دخل عربية. طبعا دي البوابة. زي ما شفنا فتحت البوابة لأن الرقم ده موجود عندنا في الوايت ليست. هنشوف هنا بالفعل موجود الرقم.